بيحصل في ساعات الذروه الصباحيه في المرور. تعالوا دلوقتي نستعرض معاكم جوله مريه وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات. هنبدا دلوقتي لان الناس بدات تنزل، وهنبدا جولتنا من القاهره وتحديدا من كوبري اكتوبر المتجه لمنطقتي رمسيس وغمره، هنلاقي فيه سيوله مريه. اما اللي مكمل اعلى الكوبري في اتجاه العباسيه هنلاقي كثافات نسبيه. هنروح مصر الجديده وتحديدا شارع الخليفه المامون، هنلاقي هناك سيوله مريه مكمله لحد شارع وكوبري الحجاز. ومن مصر الجديده لشارع صلاح سالم في سيوله مريه كبيره، ولو هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح هنلاقي كمان بيشهد كثافات مريه نسبيه في الوقت الحالي. لو هنفضل مكملين لحد كوبري الروضه هناك برضو بعض الكثافات البسيطه، وطريق الكورنيش القادم من المظلات في سيوله مريه نسبيه مكمله حتى منطقه وسط البلد، واللي مكمل حتى منطقه المعادي وحلوان هيلاقي برضو في سيوله مريه. حابين نوضح حضراتكم ان الاداره العامه للمرور اعلنت ان الغلق الكلي لنفق اللواء باقي زكي بيتطلب تخفيف احجام المرور، وده بغلق مطلع كوبري المشير شارع التسعين بالطريق الدائري القادم من طريق السويس في اتجاه شارع التسعين الجنوبي، بالإضافة إلى غلق مسطح كوبري التسعين من الطريق الدائري القادم من مناطق المعادي، وده هيكون لمدة شهرين. طبعا تم تحديد عدد من الطرق البديلة للقادم من الدائري من اتجاه مدينة السلام عليه أنه يستخدم مداخل التجمع الأول ومنها إلى شارع التسعين الشمالي أو الجنوبي، أو الاستمرار على الدائري إلى مدخل نفق الجولف واستخدام شارع الشويفات ومنه إلى التسعين الجنوبي. بالنسبة للقادم من الدائري من اتجاه المعادي عليه استخدام مدخل محور جمال عبد الناصر ومنه إلى شارع الشويفات إلى التسعين الجنوبي، أو الاستمرار على الدائري واستخدام مدخل محور طه حسين التجمع الأول إلى محور مصطفى كامل ومنه للتسعين الشمالي والجنوبي. هنكمل معاكم جولتنا بشوارع الجيزة. في سيولة مرية نسبية على محور صفت اللبن، السيولة هتبدأ تقل وتظهر كثافات عند الوصول لشارع السودان، ونفس الأمر في كوبري عباس والجامعة والجيزة. كمان بتظهر كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات. أما محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وفي كثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي. بالنسبة لشارع الهرم فبيشهد كثافات مرية من شارع العشرين حتى الطلبية. المحور فيه كثافات مرية للقادم من أكتوبر حتى محور ميدان لبنان، وبتزيد الكثافات مع ساعات الذروة الصباحية. وحابين نعرف حضراتكم أن إدارة العامة لمرور الجيزة أجرت عملية غلق جزئي لشارع الأهرام لتنفيذ أعمال محطة مترو وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، والغلق هيكون من بداية تقاطع الهرم مع شارع المستشفى وحتى تقاطعه مع طريق المريوتية، وده هيكون بطول 375 متر، وتم طبعا إجراء بعض التحويلات المرورية. هنكمل معاكم جولتنا ونروح لمحافظة القليبية، والطريق الزراعي القادم من بنها بيشهد سيولة مرية بتقل قبل الدائري، وبتحصل كثافات أسفل الدائري بسبب أعمال توسعة الطريق وإنشاء كوبري دوران للخلف. أما المتجه إلى بنها ففي أيضا سيولة مرية. القادم من شبرا بنها ومتجه إلى منطقة شرق القاهرة مدينة نصر مصر الجديدة من الأفضل أن يسلك محور الفريق العصار، ولو رحنا للطريق الدائري هنلاقي سيولة مرية بتقل عند بعض طلعات الدائري. مكملين جولتنا ونروح عروس البحر الأبيض المتوسط اسكندرية، وهنلاقي كثافات موجودة في بعض الطرق. هنلاقي كثافات مرية عند محطة الرمل بتبدأ تقل شوية لحد ما بنوصل لشارع عمر لطفي ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات بسيطة ونسبية واصلة لحد طريق الحرية. وبكده انتهت جولتنا المرية النهاردة، وهرجع مرة تانية لمصطفى وجمانة علشان نبدأ معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا دينا. شكرا.